السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هبدأ بعد إذنكم، طبعا زي ما المهندس أشرف وضح لكم إن أنا هتكلم، وهو عامل ميوت جميع الزملاء لغرض وضوح الصوت للجميع، وإذا كان في أسئلة ممكن حضراتكم يا إما تكتبوها في الشات والمهندس أشرف كان إيه نرد عليها بإذن الله يبعتها لي، أو أنا هطلع عليها على الشات برضه يعني. وهنبدأ المحاضرة بسم الله الرحمن الرحيم. معكم المهندس رئيس قطاع ومساعد عضو مجلس إدارة بشركة المقاولون العرب. والحقيقة أنا سعدت جدا بالمشاركة في المبادرة دي. لين دعوة من نقابة المهندسين عن طريق المهندس أنطونيو القس دانيال. المهندس أنطونيو عضو مجلس أعلى نقابة المهندسين في رئيس لجنة التدريب، والمهندس أشرف محمد أشرف منسق لمبادرة بي إبيا في مصر، وهو اللي دعانا لعقد هذه الندوات واستثمار وقت زمايلنا المهندسين. طبعا استثمار الوقت ده حاجة مهمة جدا بالنسبة لنا، لان المهندس ما تعودش ان هو يقعد فاضي، فبعض الزملاء بيشتغلوا بالنهار شيفت واحده بدل ما كان بيشتغل شيفتين، وبعض الزملاء بيبدل مع زمايله بالتناوب طبقا لتعليمات الحجر عشان فيروس كورونا اللي ربنا عارفين جميعا. فحصل في العمل في معظم مؤسسات وشركات الدوله زي ما انتم عارفين بالتناوب، فوقت المهندسين عشان نستفيد منه احسن حاجه نستفيد بها هو تبادل الخبرات. وانا شايف ما شاء الله من واقع الزملاء المشاركين، في زملاء حديثي التخرج، وفي زملاء ما شاء الله يعني زملاء اساتذه افاضل وخبرات عاليه جدا. اللي احنا بنقول ان المعلومه لجميع المستويات ان شاء الله. عفوا هرجع بس من الشريحه الاولى تاني عشان ايه نبدا. انا كنت بس بعمل حضراتكم، احنا دلوقتي بمثل حاجتين، بمثل الجمعيه المصريه لتكنولوجيا انشاء واصلاح المرافق بدون حفر، وبمثل شركه المقاولون العرب طبعا من اكتر من 34 سنه شغال في الشركه، و زميل اللي قدامكم بقى دلوقتي على الشاشة. انا مش هكبر الشاشة دلوقتي بس عشان ايه كده حضرتك واضحة يا باشمهندس محمد. خلي التليفون بتاع خلي المايك بتاعك انت مش ميوت عشان نشوف بعض. طبعا الشعارات اللي فوق دي شعار نقابة المهندسين. سوري بس هرجع انا للشريحة اللي قبل كده. الشعار اللي فوق على اليمين، انا هشاور بالماوس يا جماعه، ده شعار نقابه المعرب، شعار الجمعيه المصريه للانفاق، شعار بي ام اريبيا. ده المهندس محمد اشرف المنسق لبي ام اريبيا، ودي صورتي ودي صوره المهندس انطونيو اللي بصراحه قايم بدور كبير جدا في مجال تدريب المهندسين، وهو اللي عرض هذه المبادره للاستفاده بوقتنا. دي اللي كنا فيها نفس المحاضره ديت القناه قبل كده في عده جهات، جامعه منها جامعه الازهر، جامعه المنصوره، نقابه المهندسين نفسها عملنا فيها ندوتين، دلتا جامعه طنطا، مركز تدريب الصرف في اللي هو خاص بوزاره الري. دي كل الجهات دي عملنا فيها ندوات عن التكنولوجيا المرافق بدون حفر اللي هو ترينشلس تكنولوجي، وعنوان المحاضره مايكرو تانلينج بروسيس اللي هي بنقول عليها البايب جاكي، لان اللي هو كل ما هو انفاق عباره عن ماسوره بنسميه ايه مايكرو تانل، لان الانفاق الكبيره اللي هي انفاق السيارات وانفاق
مترو سيجمنت، فبيبقى ده اسمه سيجمنتال تانل. اما اللي احنا هنتكلم عليه طول المحاضره دي اسمه بايب جاكينج او مايكرو تانل. طب ليه اصلا بنعمل تانل؟ ليه بننفذ خطوط مواسير تحت الارض باستخدام الماكينات بدون حفر؟ زي ما انتم شايفين الصوره اللي على اليمين ديت صوره صوره كده المدن الكبيره، وشايل طبقه الاسفلت والحفر، وباين تحت مجموعه كبيره جدا من الخطوط المرافق، خطوط غاز وخطوط كابلات كهرباء. طبعا الارض تحت زي ما انتم شايفين ملغمه بالمرافق. فانا عشان اجدد خط او انشئ خط الزياده السكانيه المفترضه اللي بتحصل في المدن الكبيره وفي وسط هذه المرافق، هيبقى الموضوع صعب جدا. فده اللي بيخلينا نلجأ. طيب ايضا فوق سطح الارض، احنا شفنا تحت سطح الارض في مرافق، فوق سطح الارض بيبقى في حركه المرور زي ما انتم شايفين المدن بحركه السيارات والمواطنين. طب يبقى انا هنفذ ازاي حفر مكشوف؟ الصوره اللي على اليمين ديت بتبين الاوبن كات. لو انا هنفذ خط قصير باستخدام الحفر المكشوف، هيبقى ده الوضع اللي انتم شايفينه، ده عباره ان الشارع محفور وفي سند جوانب الحفر على اليمين، حصل ازدحام اكتر للمرور بقى على اليمين وعلى الشمال، لان الحارات المسموح فيها بالحركه بقت اقل بكتير. كمية الأتربة اللي بتطلع بتبقى للبيئة، الوقت بياخد وقت طويل جدا، لأن أنا عشان أنفذ الخط الجديد لازم أعمل تحويلات للخط القديم. فطبعا تكلفة التحويلات، السيارات وعطلة المواطنين، التلوث البيئة، الازدحام، ده كله دي عبارة بنترجمها لتكلفة وعطلة. لازم ألجأ لطريقة تانية. ايه الطريقة التانية؟ اللي هي على الطريقة اللي على الشمال. انا هنفذ نفس الخط بس سايب حركة المرور فوق زي ما هي، ما حولتش مرافق. كل اللي انا استغليته عشان غرفة هنا تحت السهم الكبير ده، السهم الكبير ده في غرفة مربعة هنا اسمها الجاكينج شافت، وفي غرفة تانية هنا برضو كان اسمها ريسيفينج شافت. يبقى بعمل غرفة جاكينج وغرفة ريسيفينج، الغرفتين دول بس اللي انا بشغلهم، وحواليهم مساحه صغيره اللي هي محدده بالشكل اللي انتم شايفينه. احط فيها مواسيري اللي انا هنزلها، واحط فيها الكمكم وبعض معدات بسيطه اللي هي معدات الحقن بالبنطنايت وما الى ذلك. وجنب غرفه الاستقبال برضو بستغل المساحه الصغيره اللي انا مستغلها هدية. ده يبقى انا كده هنفذ خط بالدفع النفقي او بالبايب جاكينج بدون اي ديسربشن للمدينه نفسها. طيب في اسباب اخرى بتخليني لازم اعمل الدفع النفقي ده. لو عندي مجرى مائي زي ده وعاوز اعمل خط ما بين الضفتين بتوع النهر دوت، عاوز اعمل خط صرف، طبعا مش ممكن احول النهر ده او المجرى المائي الكبير، فلازم اعمل غرفه دفع لا على اليمين، واعمل ما بينهم الخط بالماكينه اللي باللون الاصفر ديت هي ماكينه الدفع النفعي، وديت مجموعه المواسير، وهنا الكنترول روم، وبنزل مصفوفه عشان اوصل لليمة الثانيه. ببدا برضو لو عندي خط سكه حديد او مترو، عشان لازم برضو نوي لازم انا الدفع النفعي. اذا ديت كلها مسببات بتخليني مضطر لازم استخدم طريقه البايب جاكي. في حالات اخرى، في ممكن بيبقى مجرى مائي، بيبقى مجرى مائي ميه حلوه، وفي مجرى مائي صرف زراعي. ميه الصرف تبقى منسوبه عاده اقل من اوطى من ميه الترع. اما بيتقاطع اتنين مجرى مائي، يعني المجرى ده كروسنج مع المجرى المائي ده، فلازم بعديه من تحت المجرى المائي الثاني بمنشأ ري اسمه سيفو على سحاره بالعربي. السحاره دي بتنفذ ازاي؟ بعمل غرفه دفع وغرفه استقبال، وبرضه بالبايب جاكينج انفذ السحاره. اذا دي مجموعه ابلكيشن
ضروري فيها الدفع النفعي، لو ازدحام المدن المرافق تحت الارض، مجرى مائي او تحت نهر، هعمل خط صرف صحه تحت نهر، هعمل صحاره ب لو عندي خط سكه حديد او خط مترو هعمل كروسنج تحتيه خط مرفق صرف او مائي. دي سبب ثالث، سبب يؤتي سبب لو عندي كوبري، برضو لو عندنا كوبري وبنفذ خط كروسنج تحتيه هنا بموضح ان في مترو وفي كوبري، ودي حصلت كتير. برضو اعمل غرفه دفع غرفه استقبال وانفذ الخط بدون محفر حفر مكشوف. هي الطريقه باختصار جدا ان انا ايكنج شافت اللي انا اللي نزل دلوقتي في الصوره، والريسيفنج شافت اللي هو بياره الاستقبال، ودي بياره الدفع. وبعدين بعمل الجاكنج ريك اللي هو محطه الدفع الرئيسيه، وبحط الكنترول روم والمواسير، وبعمل سيت اب للموقع لشغل المايك بتاعي، وبعدين ببدا انزل ادفع المكنه في التربه، وبعدين انزل المواسير وراها وهكذا. دي باختصار جدا الطريقه. احنا زي ما اتفقنا بنتكلم فدي باختصار، وفي كلام هيبقى في محاضره ثانيه او كورس ثاني لو حبيتم ادفانسد، بحيث ان انا هنتكلم بتفاصيل اكتر للناس المتخصصين اللي هيحبوا يكملوا معانا. يبقى هنا الادفانتج بتاعه انشاء دفع نفعي ان انا اقل كميه ممكنه من الحفر، بحفر يا دوبك بس على قد ايه المكنه. انتوا شايفين المكنه بتمشي تطلع كميه الحفر اللي هيحصل لها ازاحه نتيجه مرور المكنه والمواسير اللي وراها، بخلاف الحفر المكشوف بيبقى طبقا للكود المصري او اي كود يبقى عرض الحفر 3L عرض قطر الماسوره، وبالتالي كميه الحفر بتبقى كبيره جدا. يبقى انا بعمل ريديوس لكميه الحفر، ده من مميزات الطريقه. بعمل حمايه للناس وحمايه للطبيعه من التلوث، ما بضطرش اخفض المياه الجوفيه لورنج ريكواير. اما في طريقه الحفر المكشوف لازم اعمل نظام ديوترنج، لان الناس هتنزل وتركب المواسير حفر مكشوف. يبقى انا في طريقه دفع المكنه بتبقى عندي كلوزد فيس، ما بحتاجش اعمل ديوترنج للميه. حركه المرور فوق بتبقى ماشيه زي ما هي، الكورت ان اول ويذر، يعني في كل ظروف الايه الجو بيبقى ايه اقدر انفذ الحفر بالدفع النفعي. عندي انواع، في نوع من انواع المكن بيبقى اسمه اوبن فيس، بيبقى وش المكنه نفسه اللي انا بشاور عليه على الشاشه ده بيبقى مفتوح، وفي ناس جوه بتحفر بطريقه تطلع الحفر مانوال، لكن هنا في جاكات هيدروليك جاك بتدفع المواسير ورا بعضها، وبيبقى في شيل في البدايه هنا اسمه ايه اللي هي اوبن فيس. دي الطريقه دي بستخدمها لما يكون ما عنديش ميه جوفيه وما فيش خطوره على العماله انها تخش، ثانيا لما يكون قطر النفق يسمح بمرور ادمين جواه، يبقى ايه هنقول مان تانل. اما النفق المايكرو اللي هو بيبدا من 600 ل 800 مللي ل 1000 مللي، ده ما ينفعش امشي فيه اقول عليه نان مان تانل، فده ما ينفعش اوبن فيس. يبقى الاوبن فيس ما ينفعش الا في حالات القطر الكبير، ثانيا يكون حالات ما فيش ميه جوفيه. هنا المايكرو بيتنفذ اهوت قدام لما يكون في ميه جوفيه، شايفين انا الشكل الانديكيشن ده بيقول ده جراوند ووتر ليفل، عندي كميه ميه جوفيه جدا، يبقى ما ينفعش استخدم ايه اوبن فيس ماشين، فبستخدم كلوزد فيس ماشين. ادي الفيس بتاع المكنه اهوت مقفول، وزي ما قلنا بتنزل المكشوف بعد كده بالتفصيل. طيب الشفط اللي بيتنفذ ده في طرق كتير جدا عشان انفذ الجاكنج شفط والريسيفنج شفط. الطرق ديت ان انا ممكن اصب الشفط كاست ان سيتيو، بصب الشفط بالكامل فوق سطح الارض، وبعدين بعمل له ويت سينك اللي هو تغويص الشفط بنظام الكلام شيل او الكباشات، او لو شفط كبير شويه بنفذه بنظام الديافرام وول او السيكن
ديفايس. ممكن اعمل الشافت نفسه عباره عن حوائط دايفرامون لما يكون قطر الشافتات كبير والعمق كبير، او بنفذه بسيكنت فايل خوازيق متقاطعه، يبقى يا اما كاست ان سيتو يا اما دايفرام هول يا اما سيكنت فايل يا اما في الشافتات الصغيره اللي هي قطر 2 متر و60 وقطر 3 متر و60 وقطر لحد 5 متر وربع، بنفذ الشافت بكاست سيجمنت. الشافت عباره عن ايه؟ قطع دائريه خرسانيه بغوص ايه حلقه حلقه، او بنظام الشيب باي. هنشوف الاشكال الشافتات ايه بعد كده. ده شافت كاست ان سيتو زي ما انتم شايفين حضراتكم، بنفذه بنظام او شده عاديه، يعني الشده اللي احنا شايفينها دي شده منزلقه نفذنا بيها الشافت، اتنفذ بالكامل فوق سطح الارض. وبعدين بعد كده بجيب الصوره اللي تحت دي اللي هو، وتحت الشافت ببقى حاطط كاتنج ايدج. الكاتنج ايدج دي عباره عن حلقه بكامل قطر البياره او الشافت. الحلقه دي بيبقى فيها كاتنج شيت، والجنب الداخلي منها بيبقى عباره على شكل مثلث على 45 درجه او 60 درجه. بعد ده بشد الشد عليه وبصب الشافت. بعد ما صبه بيتغوص بالكامل. بعد ما بيتغوص الشافت بيبقى الشافت فيه ميه جوفيه مليان بالطريقه دي زي ما انتم شايفين. بص البلاج جوه الشافت، وبعد ما صب البلاج وبتعدي فتره الكيورنج بتاعه الخرسانه، ببدا انزح الميه اللي جوه الشافت ده، يبقى اصبح على شافت جاف تماما ومصبوب فيه بلاج. ببدا اصب اللبشه بتاعته وانزل المكنه في الشافت. يبقى ده باختصار. طبعا ديت ممكن تتشرح في محاضره لوحدها، طريقه ان انا انفذ ازاي شافت بطريقه الايه الكاست ان سيتو والويت سينك. بس ده يا جرام ملخص قوي قوي للشافت بطريقه الكاست ان سيتو. ممكن انفذ برضو الشافت نظام السيكنت باي، عباره عن خوازيق وبعمل لها استراتنج سيستم، وبعدين برضو بحفر جواها وبصب بلاج بنفس طريقه الشافت الثاني في تربه ما ينفعش فيها اغوص، ممكن تكون تربه متماسكه، فبنزل فيها بحفر الخوازيق الاول وبعمل الجدار بتاع الشافت مجموعه من الخوازيق المتقاطعه، خازوق خرسانه وخازوق بنطوناي. ولو في ميه جوفيه بتدفق اعلى بعمل لها وخازوق خرسانه عاديه. الشفط بنفذه بنظام الدايفرامون. دي الشيتات الرئيسيه اللي واقفه دي عباره عن امول. الاول بصب جايد بيم فوق كمرتين، والكاميرا والمكنه بتاعت الدفران بتنزل حوائط من الخرسانه بنوع بنسميها حوائط اللوحيه اللي هي الدفرامور. كل حائط لوحي بيبقى سمكه من 80 سنتي الى متر و 80 سنتي متر و 20 او متر و 60، والعرض الدفرامور عرض البانل الواحده بتبقى 2 متر و80 سنتي. وبيحصل ان الكاميرا الدافرام مكنه الدافرام بننفذ باكيا برايمري وباكيا برايمري، بسيب ما بينهم باكيا بتنفذ ايه بكون شكل الشافت سكان دائري او مربع بحوائط الدافرام. وبعدين اصب البلاج واحفر وانزح الميه واصب المستفز الايه الدفع النفقي من خلال الشافت. ده صورة من على الطبيعة في مشروع كان محطة كهرباء الكريمات. هي كل محطات الكهرباء بتحتوي على شارج وخط انتيك. الخط ده بيتنفذ بنظام الدفع النفقي. فدي كانت بيارة استقبال، وفي على الشط الآخر من النيل بيارة الدفع متنفذة بدايفرام وول. البيارة ديت اللي هو الشافت الاستقبال ده ريسيفنج شافت، نفذناه برضو صبناه بالكامل كاستين. ده الكلامب شيل او الكباش اللي واقف بيحفر جوه الشافت. كل ما يحفر جوه الشافت ده بيتغوص لحد ما
الشفط ده يتغوص بعد ما يتغوص في الكرة في التربة هيبقى جواه محفور بس مليان مية. لما يبقى بصب بعد كده البلاجة بطريقة معينة بتريمي بايب أو بمواسير خراطيم البامب بخرسانة ذات مواصفات معينة، وبعد كده بفترة الكيولوجي بتعدي أنزح المية يبقى الخرسانة جافة، أصب فيها الخرسانة اللبشة المسلحة وتعامل مع الشفط جاف تمام. هنا احنا قلنا ممكن يتنفذ الشفط الصغير اللي هو القطر الصغير ده قطر 2 متر و 3 متر و 60 أو 2 متر و 60. الشفط ده متنفذ عبارة عن بري كاست سيجما، كل حلقة دائرية مكونة سيجما من عدة قطع، كل قوس يعني الدائرة دي كلها عبارة عن مجموعة من الأقواس، كل قوس عبارة عن قطعة زي القطعة المقصوصة في الصورة اللي فيها. برضو القطعة دي بتتكون حلقة كاملة، الأول بحط الكاتنج إيتش زي ما قلنا، وفوق الكاتنج إيتش اللي هو ستيل شيت بحط أول حلقة وأحفر جواها وأغوصها، تاني حلقة وهكذا لحد ما الشفط بيتنفس بالكامل. زي ما انتم شايفين ده صورة من الطبيعة اللي احنا منفذينها، يبقى ده بريكاست سيجمنت شافت، ده بريكاست سيجمنت بس ديت بولتد سيجمنت. البولتد ديت عبارة القطع نفسها بتتربط مع بعضها بمجموعة من المسامير، مسامير في الاتجاه في الأفقي ومسامير في الاتجاه الرأسي، وبنفذ بالكامل بغوص حلقة حلقة ولحد ما يوصل للمنسوب اللي احنا عاوزين. المشروع ده كان مشروع في تربة صخرية، فانا عندي تربة صخرية قليلة فيها جدا، في فوالق صخرية جايبة كمية مية بسيطة ممكن اتغلب عليها بترمبات نسح عادية، فبكسر في الشفط بالكامل زي ما انتم شايفين كده، وبعدين بعد كده ببقى اعمل له كلادنج خرسانة، بس انا مش محتاج ان انا اعمل تغويص ولا خوازيق لانه التربة وثانيا صلبة، دي نفق صخري في المعادي هنا في القاهرة. يبقى ده شفط في الرك، ده الدفرامول. نظام الدفرامول زي ما قلنا دي الشفط ده كان قطره حوالي 49-50 متر، والعمق برضو حوالي 50. يعني الشفطات الكبيرة دي ما ينفعش انفذها بالتغويص، فبنفذ الاول الحوائط الخرسانة. الدائرة دي مكونة من مجموعة رأسية من بعضها، حوائط الرأسية جنب بعضها دي بنسميها الحوائط لوحية او ديافرامور، هي عبارة حوائط خرسانة مسلحة كل 2 متر و80، وبعد القطع بتصفى على 2 متر 65. وسمك الحائط ده كان في الشفط اللي زي ده تحديدا كان سمك الحائط متر، ممكن لو القطر صغير ممكن يبقى سمك الحائط 80 سم او 60 سم. فبعد ما الدافرام وول اتنفس بالكامل بحفر جوه الشفط، وبعد ما حفرت او قبل ما احفر كنت عامل هنا في الشفط ده تحديدا برضو كان في منطقه عين شمس في القاهره، كنت عامل كيميكال جراوي، كنا عاملين طبقه سداده وبعدين بعد كده بنزح الميه واصب اللبشه المسلحه اللي انتوا شايفينها دي كانت لحظه صب اللبشه، 4 بمبات بيصبهم، كانت لبشه حجم الخرسانه اللي فيها 10000 متر مكعب، وكان ارتفاع اللبشه ديت حوالي 5 طبعا تتحمل الاب ليفت والعزوم اللي عليها. يبقى ده شفط اتنفذ عشان هنفذ بعد كده خط دفع نفقي طالع منه، لان في ماسوره صرف راها 2500 ملي هترمي ميه الصرف ده في غرفه تجميع هنا بتاخد نص مساحه الشفط ده تقريبا. يبقى عرفنا دلوقتي معظم طرق تنفيذ الشفط، دي الطريقة الأخيرة اللي هي طريقة استخدام الشيت بايب، ده الستائر المعدنية، الشيت بايب اللي ما يعرفش اسمها بالعربي اسمها الستائر المعدنية. الستائر المعدنية ديت بتتركب
بس محمد اشرف لو في مشكله يا ريت تكلمني، لان انا مش هعرف اقرا الشات وانا بتكلم. بعد اذنك. الو الو فده الشفط متنفذ بنظام الستاير المعدنيه، بس طبعا الستاير المعدنيه ان هي منفذه للميه الى حد كبير، وبضطر اعمل لها استراتنج سيستم على ثلاث صفوف او اربع صفوف زي ما انتم شايفين، عشان بعد كده لا الفتحه التانل اي اللي هو عين النفق او فتحه النفق اللي هبدا انزل المكنه واتعامل منها. المهندس محمد الو يا دكتور. شكل انا عاوزك كل شويه تلغيني عشان اتاكد ان الصوت واصل. انا مع حضرتك، بس احنا بس عشان كان في تداخل للصوت فعشان نركز فعملنا ميوت للكل، يعني عشان نركز مع حضرتك. مش ميوت عشان ايه؟ تبقى انا مع حضرتك. انا مع حضرتك يعني لحد الشريحه اللي فاتت بتهيألي كان الصوت واضح. لا لا الصوت معقول جدا يعني، وبرضه لو حد عنده مشكله في الصوت، لو حد عنده مشكله في الصوت يكتب على الشات. مشكله يكتب ويكتب على الشات. محمد اللي هيقرا، لان انا مش هعرف اقرا الشات في نفس الوقت وانا. تمام يا فندم، احنا عايزين نستفيد باكبر حضراتكم. طبعا ده شكل اتفضل. ده شكل المواسير بتاعه الدفع. يبقى اتكلمنا في القسم اللي فات ده على البيارات، ممكن نسميها بكذا اسم، الشافت، وهم نوعين زي ما قلنا، جاكينج شافت وريسيفنج شافت، او بيسموها ايه، جاكينج بت وريسيفنج بت. كل معاني بتؤدي الى معنى واحد، اللي هي ان هي عباره عن بيارتين، بياره دفع وبياره استقبال. وساعات الناس بعض الناس بيقولوا على لونشنج، يبقى لونشنج شافت شافت. اتكلمنا عن الشفطات، دلوقتي هنتكلم على شكل، على ايه شكل المواسير. طبعا عشان هي بيتم دفعها داخل التربه ورا المكنه مباشره، فما ينفعش يبقى لها راس وديل زي المواسير. انا اقصد الراس اللي هي بتبقى بارزه عن جسم الماسوره. كل اللي اشتغلوا في الانفراستراكشر، الزملاء المهندسين بيبقوا عارفين ان اي صورة بيبقى لها راية تبقى عالية عن جسم الماسورة، والديل بيبقى مساوي لجسم الماسورة. مواسير الدفع نفي ما ينفعش اعمل لها راية، انها تعمل ممانعة شديدة جدا في التربة. مش ايه الحل اللي هم اخترعوه عشان يعملوا راس وديل بس بدون حاجة بارزة عن جسم الماسورة؟ عملوا راس برضو بس عبارة عن ستيل كولر. ستيل كولر اللي هي اللي انا بشاور عليها دي، يمة الراس ويمة الديل بيبقى فيه جروف صغير على قد سمك الستيل. يعني لو عندي الستيل كولر ده سمكها 12 ملي او 20 ملي صورة وقوة تحملها، ال 20 ملي دول بعمل جروف هنا بسمك ال 20 ملي بس، يبقى الجروف ده غاطس في الديل وفي الراس. الراس عن جسم الماسورة، فديت الراس ديت الديل ده بيخش في الراس دي. ده جبنا صورة المواسير ده عشان نقول بس شكل مواسير الدفع دي، شوفها في اي مكان يعرف ان انا في شغل دفع نفقي بمجرد ما يشوف شكل المواسير بالشكل ده. اما لو دي مواسير هتتركب اوبن كات كان هيبقى لها راس وده ستيل كولر زي اللي احنا شايفينها. طيب انواع المواسير ايه اللي بتستخدم؟ ممكن خرسانه، ممكن مواسير جي ار بي، ممكن مواسير فيتريفايد اللي هي مواسير الفخار، ممكن مواسير ستيل برضو ادفعها بالجاكيت، وممكن مواسير داكتايل ايرون اللي هي الايرون اللي هي الظهر المرن. دي انواع الماتيريال بتاعه المواسير الايه المستخدمه. احنا في الغالب هنا في مصر بنستخدم المواسير الخرسانيه وناجحه جدا، ولها ثلاث مصانع وطنيه بتنتج المواسير ديت هنا في مصر. وده شكل قطاع في الماسوره بيبين لك علاقه ديل براس الماسوره، يعني الجزء ده اللي هو راس الماسوره ديت بنقول عليها ستيل كولر، ده سمك الستيل اهو. طبعا جسم الخرسانه دي خرسانه مسلحه، بيبقى
في تسليح انفورسد هنا جوه الخرسانه، والستيل ديت ملحومه في الحديد التسليح بتاع الماسوره، وهنا الديل برضو خرسانه مسلحه، ولكن في الجروف ده عشان يخش فيه السمك الديل كولر. كان جروف الجوان عندي رابر سيل، رابر سيل ده بفايدته ان هو يمنع الميه بعد الديل يخش في الراس دي. بعد الشكل النهائي بيبقى عباره عن ايه؟ ان جسم الخرسانه بتاع على جسم الخرسانه بتاعت الراس، وانضغط الرابر سيل ده بعد ما كان عالي كده انضغط، فانضغط الرابر ده بيمنع دخول الميه من الخارج عشان اضمن دايما ان النفق جاف تماما. طيب لو خرسانه على خرسانه وانا زقتهم بجاكينج فورس عاليه، الخرسانه ديت هيحصل فيها كراك، الوسيط اللي بيمنع الكراك ده بحط فايبر بورد باكر اللي هو الباكينج الخشب ده، بنسميه الباكينج الخشب، بيبقى سمكه 20 ده عشان ينضغط مع قوه الجاكينج فورس وما يحصلش كراك في الخرسانه مع احتكاك الخرسانه مع الخرسانه. يبقى ده تصير الجاكينج باي، ده شكل من على الشافت، جاكينج شافت من احد المشاريع، وده كان مباشرة على المتوسط في اسكندرية. كان كنا بننفذ مجمع صرف صحي قطره متدرج من متر وعشرين، من 1500 ملي ل 1800 ملي، يعني من قطر متر وعشرين لقطر متر وثمانين، ده قطر داخلي، قطر النفق الداخلي. فكان شفطات او بيارات، بيارات دفع وبيارات استقبال على طول الكورنيش بتاع العجمي في اسكندريه، وورع الكروسنج العرضيه كمان كان فيه خطوط مجمعات رئيسيه حوالي 7 كيلو كان متنفذ كلهم، متنفذين كلهم بالجاكينج مسمار. طيب الجاكينج بقى السيكونس بتاع الدفع النفق عباره عن ايه؟ اللي هو ايه البايب جاكينج سيكونس او التكنيك، لازم اعمل ايه ثم ايه ثم ايه ثم اول حاجه بعملها لازم اعمل كاس للتربه الجيولوجيكال بروفايل، اعرف على طول مسار النفق ايه شكل طبقات التربه اللي عندي وايه منسوب الميه الجوفيه، ده عشان كان كل نوع بيبقى له نوع كتر هيد او الـ 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 الوجه القاطع بتاع المكنه، لان المكنه بيبقى لها وجه، بيبقى لها جسم المكنه، فالوجه القاطع اللي هيقطع في التربه هيختلف اذا كانت التربه متماسكه او تربه رمليه او تربه طينيه، كمان الاحتكاك ما بين جسم المواسير وما بين التربه بيختلف من انواع التربه المختلفه، فلازم اعرف اهم حاجه عندي اعرف الجسات كافية بعدد كافي للتربة عشان اعرف ايه مواصفات التربة اللي انا همشي فيها، وبعد كده بعمل الجوب سايت ريفيو وبعمل الشافت سيت اب. انا نفذت طبعا الشافتات زي من الاول طريقة تنفيذ الشافت. هناخد خطوة خطوة نتكلم ايه عليها. ده اللي هو ايه جيولوجيكال، لو عندي خط دفع نفقي اللي هو باللون الابيض اللي ماشي ده، الخط ده بقى انا هعمله بنظام البايب جاكي، هعمل غرفه على ضفه النهر وغرفه على ضفه النهر وهبدا انفذ الايه الخط. يبقى لازم اعرف تسلسل طبقات التربه، فيها جزء طينه وجزء رمله وجزء جرافل، كان في جزء صخري، لازم اعمل جسات للتربه كويس جدا. ولو عندي مجرى مائي انا همشي من تحتيه، لازم الكراون نفق لو اعلى في النفق، اعلى منسوب في النفق اللي انا نفذه يكون اوطى من قاع المجرى المائي بمقدار، يعني ضعف القطر بتاع النفق. لو عندي قطر نفق ده دي يبقى لازم في اوفر بيردن، يعني كميه ردم او تراب فوق
كمية تربة فوق قسم النفق بمقدار ضعف قطر النفق. ده مينيمو. هو في مواصفات وزي بتقول ايه متر ونص ده ست سايد او كفاية بالنسبة لوزارة الري عشان يدوني تصريح اعمل النفق وما يحصلش سكاورنج للقاع. بالنسبة لهم هم بيقولوا متر ونص. لكن بالنسبة لمواصفات الماكينات ما ينفعش المتر ونص بيكون غير كافي. لو قطر النفق عندي زاد عن متر، لو قطر النفق 80 سنتي بيبقى المتر. اما لو قطر النفق عندي 2 متر يبقى لازم يكون الكراون بتاع النفق اوطى من قاع المجرى المائي بحوالي 4 متر، يعني ايه 2 دي. دي طبقات التربة المختلفة، وده تسلسل طبقات التربة. وبيقول لك هنا في نوع الماكن، نوع اسمه سلاري ماشين، وهنقول يعني ايه سلاري بعد شوية. وفي نوع اسمه اي بي بي اللي هو الارث بريشر بالانس. نوع الماك اي بي بي بينفع في نوع معين من التربة اللي هو الكلي والسيلت كلي. يعني التربة لما لو عندي كلي او سيلتي او سيلت او سيلت كلي ممكن بستخدم المكن اللي هو من نوع الاي بي بي. لو التربة رملية او سيلت بيور سيلت او ساند او جرافل او خليط بستخدم نوع اسمه اسلاري. اسلاري ده اللي هو يعني ايه، بمعنى ان انا بروب التربة، بضخ مية في التربة وبعدين بسحب الروبة اللي هو المية بالتربة، يعني فتت التربة وهي فيها كمية المية الكبيرة اللي انا ضختها، برجع اسحبها تاني في صورة سائل روبة اسمه اسلاري. اسلاري يعني ايه روبة. يبقى المكن اللي بنظام الاسلاري ده بينفع في نوع معين من التربة. المكن اللي هو اسمه بيشتغل على توازن ضغط التربة الارث بريشر بلا. المكن ده بيستخدم في نوع التربة اللي هو ايه الكلي. فأول حاجة طبعا زي ما أعمل إيه جيولوجيكال بروفايل كويس وأجيب التدرج والحبيبة وأقول تربة من النوع ده. طيب يبقى أنا عندي إيه هقرر أستخدم أنهي مكان، هنا الإي بي بي شيل وهنا إسلاري إيه شيل في المجال في المجال ده من التربة. يبقى هنا عرفنا قيمة الجسات اللي بتتعمل. ما ينفعش أبدأ أنفذ أي بايب جاكي من غير ما يكون عندي بروف للتربة على طول مسار النفق اللي أنا إيه بنفذه. كل ما كان عدد الكسات كفاية كل ما هيبقى الريسك فاكتور أقل. يعني أنا أنزل مكنة بملايين تحت الأرض وفاجأ إن في نوع تربة اتغير، كان محتاج نوع قطر مختلف أو كان محتاج إضافات الضغط على القطر الكاتنج ويل او واتيفر او اي حاجه تانية تضاف للمكنه. يبقى كان لازم اقرر قبل ما انزل المكنه لان المكنه ديت وان واي باتجاه ما بترجعش، يعني ما فيهاش مرشدين. المكنه دي بتمشي في اتجاه واحد، طالما وانس انها مشيت ما بقدرش اسحبها تاني وارجع في كلامي. يبقى لازم اعمل سويل ميكانكس عالية جدا عشان اقدر احدد انا هنزل بانهي مكنة وبانهي قطر وبانهي تولز، وبجهز كمية كبيرة من الاكويبمنت اللي انا هقدر ممكن محتمل ان انا احتاجها. يبقى هنا الريسك مانجمنت هنا مهم جدا في شغل الانفاق. فادي انواع المكن المختلفة، انواع المكن المختلفة بيتدرج بدأتا من الاوبن فيس ماشين اللي هو على اليمين او ده اوبن فيس ماشين متماسكة. فبركب باك هو او راس حفار صغيرة بجاكات. الراس الحفار دي بتقطع في التربة وبترجيها ورا، بحمل التربة اللي طالعة ورا دي في سكيبات والناس بتسحبها مانوال او عن طريق وينش بحاري بتتسحب بالسكيب ده. هنا انا استخدمت مكنة ذات وجه مفتوح اللي هو بيسموها open face machine. الopen face دي بستخدمها امتى؟ لان زي ما قلنا لما يكون مفيش مية جوفية face machine، بس لو التربة متحجرة او صخرية. فبركب حاجة اسمها رود هيدر. الرود هيدر ده بيلف 360 درجة.
يعني بيمسك الكروس سيكشن بالكامل بتاع المكنه عشان يقطع يفتت الكربه، وبرده احمل الكربه دي وارجعها وطلعها مافت الدفع. ده النوع اللي قلنا عليه اي بي بي ماشين، اللي هو اير بريشر بالانس ماشين. بحفر فيه عن طريق حاجه اسمها سكرو. سكرو المايل ده عباره عن وسيله لنقل التربه من بره المكنه الى جوه المكنه، لان هنا في كراشنج شامبر. الكراشنج شامبر دي مغلقه، تفوتش اي ميه تخش جوه النفق، لكن بتفوت التربه من خلال الايه السكرو او الحلزونه دي. الشكل الحلزوني ده يعني شافوا حاجه اسمها الطنبور في الارياف، بينقلوا اللي هو بينقل الميه مثلا او اي ايه السكرو او نقل اي حاجه، ده بينقل الخلال بيرفعها من تحت، يبقى منسوب المقدمه بتاعه السكرو ده تحت هنا، والكاتنج تولز دي في كاتلز في الهيد بتاع المكنه. الجزء الاحمر ده هيد المكنه، ومتركب فيه الباكتس اللي هي كاتنج تولز اللي هي باللون الازرق، دي بتحولها لاجزاء صغيره. الاجزاء ديت السكرو بتيجي على السكرو يرفعها، وبعدين ينزلها على حاجه اسمها ايه بيلت كونفير او سير ناقل. الناقل ده بيرمي التربه اللي طالعه على السكيب الاصفر ده. السكيب ده زي عربيه بعجل جوه النفق، والعربيه بعجل دي مرتبطه ب واير في ونش في غرفه الدفع، بيسحب السكيب ده وبعدين بيطلع بالونش فوق عن طريق الونش موبايل ونش فوق، بيشيل السكيب بالتربه يفضيه وينزل السكيب الثاني وهكذا. يبقى ده الايرث بريشر بالانس ماشين، ودي كلوزد فيس بقى. اما ديت الاثنين دولت اوبن فيس. المكنه الثانيه اللي هي كلوزد فيس اللي بنقول عليها سلاري، سلاري ماشين، اللي هو دي هنا في نوزلز او فتحات، النوزل دي متوصل بهاي بريشر بامب بميه بضغط عالي. لما بتضخ الميه بضغط عالي مع القطر ده بيلف فبيقطع التربه، لما بيقطع التربه بتتحول الى روب، مع بتتسحب الميه بالتربه ديت اللي هو الروبه يعني، بتتسحب وتخش جوه النفق وبطريقه معينه هنشوفها بعد كده التخلص من الروبه، وبرجع الميه استخدمها. يبقى دولت انواع المكن حسب وجه المكن نفسه وحسب التكنيك بتاع المكن. تاني حاجه بقى بعملها اللي هو ايه الجوب سايت اوفر فيو، اللي هو ببدا اعمل سيت اب للشفط، جاكينج شفط، بعمل له ايه سيت اب، ماشي بقيه الخطوات عشان نوصل للخطوه اللي احنا ادي الايه ستوب. حضراتكم ادي الجاكينج ايه شافت ده باي دارت الدفع، والشكل اللي احنا قدامنا ده المعرج ده عباره عن شيت باير، يعني البايره دي متنفذه بنظام الشيت باير. وبعدين ده جاكينج ريك او محطه الدفع الرئيسيه، بيبقى هنا عباره عن اربع جاكات، لان المكنه دي في الغالب قطرها 2 متر يعني 2000 مللي او 2250 مللي او 1500 مللي لحد القطر ده. بستخدم هنا في الغالب اربع جاكات حسب طول النفق. فالاربع جاكات دولت عشان ينقلوا الفورس ما ينفعش على الشيت بايل اللي موجود ده. فبعمل ايه؟ بصب هنا السرست وول اللي هو حائط الصب، السرست الحائط خرساني بتحمل الجاكينج فورس اللي هتيجي من الرياكشن اللي هيجي من الجاكات. الاربع جاكات دولت لو كل جاك بيدي رياكشن سي 350 طن هيبقى ايه 1400 طن جايين على الحيطه دي، فلازم احسب الحيطه اللي تتحمل هذه الفورس وبصبها، وبثبت الجاكينج بليت وبحط فيه الجاكات قبل ما انزل المكن. واللي فوق ده الكنترول
روم اللي بيتحكم بالكامل بيبقى اوبريتور واقف هنا، مفيش اوبريتور تحت في المكنه، الاوبريتور واقف هنا وقدامه كنترول بانل بيتحكم في حركه المكنه، كل حركات المكنه من فوق من هنا. وادي الجزء الاصفر ده اسمه سيباريشن بلانل، لان المكنه ديت من النوع السلاري هيطلع فيها الميه بالروبه، افصل الروبه وافصل الترابه لوحدها وارجع اعيد استخدام الميه تاني، وبرص المواسير في الجنب زي ما احنا شايفين. يبقى عندي الونش وعندي اسمبلمنت وعندي الكنترول روم وعندي ماكينه ضخ البنتونايت، الجزء الاصفر الصغير ده ماكينه ضخ البنتونايت. والترومبه الصغيره الخضراء ديت اسمها ايه؟ اسلاري بام. والجزء الازرق اللي فوق ده اللي اسمها الفيد بام، اللي هو ايه؟ ترومبه البيور، ودي ترومبه سحب الروبه بعد تفتيت الايه. هنمشي برضو دي مجموعه صور من واقع من بعمل بقى طبعا سيت اب للشفط. انا عندي شفط خرسانه بريكاست وحصل له ويت سينكينج، يعني اتغوص، بعد ما اتغوص بصب القواعد اللي هيتعمل عليها الكرادل. الجزء الاصفر ده اسمه الكرادل، اللي هو الماء او الشاسيه اللي بتتحط عليه المكنه. فالكرادل ده عشان يتحط ايه؟ بصب له مخدات من الخرسانه ومخدات على اليمين وعلى الشمال، عليها الباء اللي هو السلاري بام، ويتحط عليها بقيه المحتويات الغرفه. وديت محطه الدفع الرئيسيه عباره عن جاكين بس، لان كان قطره متر ونص او متر وثمانين، بيبقوا عباره عن جاكين اثنين مش اربعه زي اللي احنا شفناها اللي فات. وسرست وول برضو ورا، لازم وتر من الاري، والجاكينج فريم ده مستقيم. اصب خرسانه مستقيمه هنا ورا اللي بنسميها ايه؟ حائط الصد او الجاكينج ايه؟ كورس. الجهه المقابله بعمل حاجه اسمها لان المكنه وهي طالعه هتبدا ايه؟ تحفر في التربه في الحائط بتاع الخرسانه بتاع الشفط، وبعدين تحفر في التربه نفسها. اول ما لاحظ من النفق، المكنه وهي خارجه من النفق احتمال كبير قوي هيخش ميه عندي هنا يملا الشفط ويغرق كل المعدات بتاعتي والناس. بركب حاجه اسمها في دي فتحه النفق اسمها تانل اي. الفتحه دي بصب فيها جزء خرساني، والجزء الخرساني ده بركب عليه ستيل. الستيل رينج ديت عباره عن جزئين ما بينهم رابر سيل. الرابر سيل ده وظيفته ان لما المكنه تخش فيه يمنع دخول الميه من خارج الشفط الى داخل. ادي شكل الرابر سيل اهو، لو ديت فتحه النفق ودي المكنه، ده الجزء الاصفر جسم المكنه والجزء الاحمر اللي هو راس المكنه. فالراس القطع ده بدا يخش في التربه وكل جزء من الخرسانه بتاعه جدار الشفط. بعد وهو هيدخل هيخترق الشفط، ولو شفط الميه هتخش كده، فلازم اركب الرابر سيل ده، قطاع في الرابر سيل. لو عندي الميه بسيطه بركب ايه؟ وان ليب، يعني ايه؟ او عباره عن رابر سيل بخط دفاع واحد. لو كميه الميه كبيره والشفط عميق فبيبقى فيه ضغط ميه جوفيه عالي، تخدم دبل ليب رابر سيل. الدبل ليب ده بيمنع الميه اكتر من ده. يبقى اذا المكنه وهي داخله بتعمل الشكل ده في الايه؟ في الرابر سيل، اللي هو اصغر من قطر المكنه عشان المكنه ايه؟ تبدا تزق وتعمل فيه شكل. يبقى ده شكل ايه؟ الرابر سيل. وادي انا عملت بقى سيت اب كامل بيشيك بنفسه على المكنه، ومع مهندس المساحه ان المناسيب بتاع الكرادل اللي هو الجزء الحامل للمكنه محطوط على منسوب بالظبط بتاع الانفرت بتاع النفق. الانفرت ليفل في عند غرفه الشفط مثلا سي ماينر
بس 10 متر و34 سم، لازم بظبط المكنه على الليفل المطلوب. وبيبدا هو دلوقتي عمل التانل اي، الحيطه دي اللي هي المستقيمه دي تحول الشكل الدائري لجزء مستقيم وركب فيه التانل اي. والتانل اي بركب فيه الرج اللي هو الرينج ستيل دي، وجواها الرابر اللي هو باللون الاسود. والناس بتظبط اهوت الليفل، والونش ده شايل المكنه، شايل المكنه من اربع نقط هنا زي دول الاربعه هوك دولت. بعد ما بنزل المكنه بتتفك، ما جسم المكنه من فوق املس تماما، مفيش اي عوائق عشان وهي داخله التربه، اي مسمار ولو صغير هنا بيعمل ايه عقد، فبيرجع يشيل الهوكات دي اللي شاله بيها المكنه بعد ما بينزل المكنه ويظبط. يبقى انا هنا عملت سيت اب، ركبت ال ترومبه السحب السلاري اي والرابر سيل، نزلت المكنه على المنسوب، ظبطت الجاكات بتاعت المكنه، عملت التوصيلات من المكنه للكنترول روم اللي هتنقل ضغط الزيت بتاع الجاكات، وهتنقل كل ما يخص المكنه الى الكنترول روم فوق. ده اسمه سيتاب شافت. عملت انا ايه سيتاب كامل للشافت. ادي ايه الشكل المكنه من مكنه، وادي حائط الصد، حائط الصد اللي هو استرست ايه استرست وول ورا برضو اللي هو بيتحمل الرياكشن فورس بتاع الجاكات. هي بدات تزق، يعني هي الجاكات دي مفتوحه، جزء اللي هو النيكل كروم ده مفتوح، لان الجاك ده وهو مقفول بيبقى كله الاصفر ده هنا، فاما بيبدا يتفرد بيبان فيه جزء النيكل كروم اللي هنا اللي احنا ايه شايفينه. فاذا ده شكل الشافت، والمهندس اللي هو كان واقف هنا اهوت بيشيك برضه على كل جزئيه في المكنه، لان نظام البايب جاكينج او لان المكنه ديت لا يقل عن ايه 20 مليون 30 مليون تحت الارض. ما ينفعش ان انا انزلها وفي 1% نسبه خطا، لازم يكون اعلى ما يمكن، الليفلز مظبوطه اعلى ما يمكن، كل حاجه تتشيك عليها ايه بنفسك كمهندس. ما ينفعش تاخد ايه اوكي من اي حد تاني، تبع بعد ما تاخد الاوكي من فورمس المساحه او مهندس الميكانيكا اللي بيظبط الكلام ده كله او مهندس الكهرباء، بيبقى في تيم ورك شغال معاك. الاسكان الكهرباء او الميكانيكا او المساحه كل دول شغالين معاك، بس انت لازم بتنزل تعمل تشيك بنفسك. بعد كده بيبدا الجاكات دي بشغل المكنه، ان انا اكلت التانل اي ودخل جزء المكنه اهوت في التربه بنجاح، وما فيش ميه دخلت لي جوه الشفط. يبقى دي المكنه من النفس. بفضل بقى ايه طبعا في نظام توجيه هنقول لكم ايه بعد كده عليه. ده شكل المكنه من جوه، ده هيقول لي المكنه دي بتتوجه ازاي، في نظام التوجيه جاي بعد عند حضراتكم. بعد كده اللي هو ايه الانجينيرنج زي ما قلنا، اللي هو المناسيب، مناسيب الدخول ومناسيب الخروج، وبغذي كل الكلام ده هو في الكنترول بانل، بقول له النفق ده هيبدا من ليفل كذا في ليفل كذا، وبظبط اللاين والليفل. يعني عندي حاجتين دايما بظبطهم في النفق، اللي هو الاتجاه والمنسوب، الاتجاه والمنسوب. كل الداتا اللازمه للنفق من اول يوم بغذيها للكنترول بانل، عشان وانا ماشي لو حصل اي ديفيشن اقدر اتكلم فيه بسرعه، لان طبعا الديفيشن ما ينفعش يزيد عن حد معين. بعد كده ادي ايه شكل الداخل. من ضمن الانجينيرنج بتاعي ان انا ايه بعمل تشيك ليست. المهندس الميكانيكا بيشيك لي على كل ترس وعلى كل باكت وعلى كل حاجه جوه المكنه، بعمل التشيك ليست دوت في مجموعه لوحات كهربائيه، في مجموعه جاكات، في ستيرنج
جوه المكنه نفسها في المواسير السلاري ومواسير الفيد، كل حاجه في المكنه بعمل تشيك عليها من كل واحد متخصص منها في التيم وورك بتاعه. ادي شكل المواسير اللي الفيد اللي باللون الازرق، ودي شكل المواسير الديستشارج اللي هو السلاري اللي باللون، ودي الكراشنج روم اللي هو غرفة تكسير التربة. وكل حاجة في المكنة زي ما قلنا ده وظيفة ان انا في حاجة اسمها ينهوت الليزر، الجزء ده اسمه التارجت، الجزء المتعلق في جسم المكنة من جوه ده عبارة اللي هو الظل بتاعه باين على جسم المكنة ده، الجزء ده اسمه التارجت، بيقع عليه شعاع الليزر عشان يقول لي رايح فين في كل لحظه من لحظات النفخ. معلش بس بقفل الرسائل دي. يبقى عرفنا الايه التارجت، وشيكنا على كل مكونات المكنة وغرفة الدفع والكنترول روم على الاوبريتور الواقف قدام اسمه الاوبريتور اللي هو المشغل بتاع المكنة. ودي شكل خطوط خط المواسير الكبير ده، بيبقى 6 بوصة خط السلالي، وهنا الخراطيم اللي بتوصل للجاكات اللي جوه المكنة، والخراطيم اللي على الجنب ديت خراطيم ضخ البنطونيه، كل ماسوره فيها 3 فتحات، كل ماسوره فيها 3 فتحات، بس مش بوصلهم كلهم بخراطيم، ممكن بوصل ماسوره و او ماسوره لا، او ماسوره او ماسورتين لا، حسب الفريكشن بتاع التربه وكميه البنطونيه اللي انا هحتاجها. وادي الوجه القطع بتاع المكنه، نوع التربه، كل نوع تربه بيبقى له وجه قطع مناسب له اللي احنا اتكلمنا عليها في الاول. وادي وجه قاطع بتاع المكنه، وديت الباكتس اللي بتقطع في التربه مناسبه لهذا النوع من التربه. وهنا هو لو جرافل شكله برضو التربه، المكنه بدات تبقى مقفوله شويه، نسبه الفتحات اكبر، اما هنا مقفوله شويه. في الصخر بقى هنا المكنه مقفوله تماما، وديت عباره عن عجل فدي القطع في الصخر ده، كل الاسود ده عباره عن فدي كاتنج ويلز، ديت بتقطع التربه دي مهما كانت صلابتها. بس طبعا دي 60 ميجا باسكال تقريبا، اقدر اقطع في التربه، يعني لو جهد التربه ديت 600 كيلو جرام على سنتيمتر مربع ممكن المكنه تاكل فيه عادي، طبعا ما تاكل فيه عادي، بس الا اذا كان في حديد. ده هو المشكله الكبيره، ان لو قابلنا حديد تسليح جوه الخرسانه او جوه التربه نفسها. باشمهندس محمد الوقت معانا فاضل قد ايه كده؟ الو الو باشمهندس محمد، شكل السيبريشن بلانت وشكل خطوط الخضراء اللي باللون الاخضر دي، خطوط بيبقى قطرها 150 مللي زي ما قلنا اللي هي 6 بوصة، في النفق اللي هو بيبقى قطره لحد 2.5 متر. الخط الازرق ده خط الفيد اللي هو بيغذي بالميه النظيفه، والجزء ده اللي هو الديسندر او السيبريشن بلانت، وتطلع له الروم، تنزل على مجموعه من السيفز بتفصل التربه عن الميه، وبتنزل الميه تاني في خزان ميه هنا، برجع عيد استخدام الميه
ميه تاني واضخها جوه، طلعت لي الربه وبضخ ميه ايه تاني، وهنا بحتاج اضخ بنتونايت عشان اقلل الفريكشن ما بين جسم النفق وما بين التربه. وهنا الاوبريتور اللي بيتحكم في كميه الميه وكميه الربه وكميه البنتونايت، كميه ضغط الزيت وكل حاجه بتحكم فيها الليفل بيمنت، كل حاجه الاوبريتور ده بيبقى عينه على النفق 24 ساعه، يعني بيغير مع واحد زميل له شيفت 12 و12 او 8 و8 زي ايه. وادي شكل السيفز اللي هو المناخل، مجموعه المناخل اللي بتفصل الروبه عن الماي. المهندس محمد حنفي معايا. طيب النظام بقى الديزاين بتاع النفق نفسه، النفق ده بيقوم ايه؟ مهندس محمد حنفي، زي ما احنا شايفين ده المثلث بتاع ده الارث بريشر، الارث بريشر. وهنا لو ده منسوب الميه ووتر ليفل، يبقى ده منسوب المثلث بتاع ضغط الميه. ادي مثلث ضغط الميه وده مثلث ضغط التربه، الاثنين بيكونوا الترابيزويد. ده هنا المش ده على مساحه المساحه الدائريه بتاعه الكتر هيد بيعملوا ضغط اللي هو بيرنج فورس اللي مقابله الوجه. اضافه الى الفريكشن ما بين جسم المكنه وجسم المواسير على كامل طول النفق، بجيب محيط النفق وبضربه في الكوفيشن فريكشن بتاع التربه مع علاقه مع الهايت مع ديبس بتاع النفق، بقدر احسب الفريكشن اللي على جسم النفق. يبقى اجمع الفريكشن مع القلع الفيس اللي هو الفيس بريشر مع الفريكشن بريشر، بجمع الاثنين دولت، يبقى لازم اقاومهم بايه؟ بالجاكنج فريم او المين جاك ستيشن اللي جوه غرفه الدفع. طيب لو القوه ديت المقاومه ديت اكبر من قوه الجاكات، فبضطر استخدم حاجه اسمها ايه؟ انترميديت جاك ستيشن، محطات دفع ايه متوسطه. يبقى ده الانجنييرنج اللي ازاي انا بحسب النفع. دكتور محمد معايا، دكتور اهي دكتور الصوت وصل. بارك الله فيك يا دكتور. احنا بص دكتور، هو الاكونت بريميوم، يعني احنا معانا الوقت مفتوح تمام. يعني احنا بس 10 دقائق، 10 دقائق وممكن نفتح الدسكشن عشان لو في اي اسئله يبقى طيب. الناس كلها يعني عشان ما يعني لو حد عنده سؤال في اللي فات الدسكشن لحد كده عشان الكميه المعلومات اللي فاتت ايه طيب. نفتح الدسكشن دلوقتي ولا كمان 10 دقائق 9 ونص بالظبط؟ لا ممكن دلوقتي افضل. طيب اوكي، اتمنى بس الناس اللي عندها ممكن سؤال، ممكن في وسيلتين، ممكن يبقى عن طريق التشات او يعمل ريز هاند ويفتح الصوت عشان يكلم الدكتور بس عشان ما يحصلش تداخل مع الناس كلها يعني. لان العدد دلوقتي وصل 74 او 75. وانا هنشر كله اتكلم فوق. اوكي يا ريت اللي عنده بس واحد هيبقى صعب يعني. انا اعمل بس بريك ايه على ما الناس تبعت الاسئله. اوكي دقيقة بس، الناس ممكن تكتب اسئلتها على الزوم تشات تمام، اذا كان تايبنج او كتابة يعني، وايضا الناس اللي ممكن تدخل بصورة مباشرة انتراكشن مع حضرتك، بس هيبقى عن طريق الريز هاند. الناس تعمل فيه حاجة اسمها ريز هاند، يرفع ايده تمام عشان يكلم حضرتك مباشرة. اصلا اكمل الشاشة عندي، انا مش عارف اشوف الريز هاند ازاي لان انا فاتح الشاشة. هما البارتيسيبانتس هما اللي هيخرج من الاوربايت. لا لا مفيش مشكله، خلي حضرتك على الباوربوينت وهو المهندس مصطفى الهوست هيفتح لاي حد يعمل ريز هاند. استاذن المهندس مصطفى بس يعمل يعني. طب يا مصطفى معانا، افتح مايك بتاع المهندس مصطفى كده عشان نسمعه. تمام يا فندم. هو بص حضرتك، هو دلوقتي اللي عايز يسال اي سؤال هو ممكن يعمل ان ميوت لنفسه. اوكي اوكي
اوكي ونرجع تاني لل انا حظي كويس يا دكتور ان انا يعني ان انا كنت النهارده في مشروع الصحاره اللي تحت قناه السويس، صحاره سرابيوم اللي هي بتودي ميه مصرف المحسمه في اسماعيليه. مصرف المحسمه في اسماعيليه، صحاره المحسمه تحت قناه السويس الجديده والقديمه، وبتاخدها من الغرب للشرق. بتاخد الميه دي في شرق قناه السويس في محطه معالجه لميه الصرف دي، عشان بعد كده بعد محطه المعالجه دي هيستخدموها في الاجريكلتشر والاريجيشن شرق قناه السويس في الزراعه واستصلاح الارض الزراعيه. فالنهارده انا كنت في المشروع، بس حاجه عملاقه جدا وحاجه ما شاء الله، يعني ده حظي ان الموضوع يعني ايه ماتش مع اليوم النهارده. انا كان كل اليوم النهارده في الموقع. احنا كان لنا الشرف يا باشمهندس محمد ان احنا ايه درسنا مشروع المحسمه ده في بدايته مع وزاره الهيئه الهندسيه بالظبط، وعندنا فكره كويسه جدا يعني، وعملنا له ايه دراسه، بس كان القرار يعني يروح لشركه معينه. صحيح طبعا على مناقصه واسعار وكلام من ده. صحيح بس هو المهم ان احنا اشتركنا في دراسته في البدايه. صحيح يا دكتور، صحيح. اتمنى ان الناس تعمل ان ميوت، واللي عايز يسال يا ريت المهندس مصطفى ينقل لنا الاسئله لو كان في حد له استفسار في حد. تمام الوقت قد ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ هو احنا بقى لنا ساعه ونص تقريبا يا دكتور. يس اوكي اتفضل، اللي عنده سؤال يتفضل. يا ممكن تعرف نفسك يا فندم؟ انا عثمان عاشور من غزه من فلسطين بتابعك. اهلا بيك. اهلا بيك، الله يكرمك. انا جدا مبسوط بشارككم كزملاء في مصر، جدا مبسوط بمعرفتكم وانه استفيد من خبرتكم. كنت حابب اسال، انا بالمناسبه مهندس معماري فريش جراديويت، كنت حابب اعرف ايش دور او شو دور المهندس المعماري في الكونستراكشن تكنولوجي اللي انت حكيته، الكلام اللي انت حكيته. بالمناسبه هذا يعني الانترست ايديا تبعتي، ف يعني ممكن انا في لقدام اعمل فيها مثلا يعني دراسات عليا وكذا، فكنت حابب اعرف ايش دور الكلام وفي شو ممكن انا اتخصص من هذا الكلام. هو الحقيقه دور المهندس المعماري بيبان اكتر في انفاق اللي هو نفق السيارات او الريل تانل، اللي هو نفق السكه الحديد او المترو او النفق بتاع المشاة. يعني الطريقه دي بستخدمها اعمل انفاق للمشاة، فطالما الناس هتمشي جوه النفق وتعدي من جهه لجهه، او عندي طريق اوتوستراد وما فيهوش، والمشاة لازم يعدوا من تحت من خلال نفق، فبنفذ النفق ده، بنفذ النفق المشاة، والفينيشنج بتاع النفق من جوه بيبقى المهندس المعماري، هو الشكل الجيومتري بتاع النفق من جوه. لان النفق ده يا فندم سوري عباره عن دايره زي ما انت شفت كده. حلو. النفق دائري ستمشي على البيت الدائري بتاع جسم الماسوره، فلازم اعمل جزء تحت المعماري. موضوع الوكابيلتي. حلو. هيعمل لي وي هو النفق، هيعمل لي جزء مسطح ان الناس تمشي عليه، ويعمل لي فنتيليشن سيستم. يعني المعماري برضو من ضمن وظائفه الاضاءه والتهويه ومسارات الحركه وراحه المشاه جوه النفق نفسه والنفق وغرفه الطلوع من النفق ده كله. اما لو في نفق صرف صحي، لو الماسوره دي هيمشي فيها ميه صرف صحي، فبالتالي المعماري هنا دوره مش موجود في انفاق اليوتيليتيز، انفاق اللي هي بتاعه الصرف، ما بيبقاش له دور فيها قد ما يبقى له دور فين؟ في انفاق المشاه وانفاق الطيارات السكه الحديد. اتفضل. حلو كتير. طيب في عالم الكونستراكشن تكنولوجي بشكل عام، شو ممكن مثلا يتخصص؟
غير اللي حضرتك اتفضلت فيه اللي هو موضوع الفينيشينج، موضوع اللي هو الوكابيليتي، موضوع انه كيف انا امشي الناس فيها او حتى اهل الناس في كل المشاريع من شركه المهندس المعماري. لو عندي هاي رايز بيلدينج، لو بعمل عماره ناطحه سحاب، بعمل مستشفى استاد، طبعا الاستاد ده المعماري مهم فيه جدا عشان بيبقى بيراعي اتجاهات في البدايه خالص في تخطيط الاستاد، هات الشمس والمقاعد نفسها. له طبعا انت عندك كتاب اسمه نيفرت وسيفر. نيفرت ده بيقول لك الناس بتاعت ايه مقاسات المقاعد، الفينيشنج، ارتفاع الدرجه بتاعت المدرج نفسه كام، ادي في الاستاديوم، في المستشفى فيات مساحة غرفة استقبال المرضى، الحمامات لو فيها او ما فيهاش حمامات، الممرات بتبقى عرضها قد ايه في المدارس. على فكرة ايه افضل استراتيجيات للتحكم الفعال في المشروعات باستخدام البناء؟ غير في مبنى سكني، غير في فيلا، غير في قصر. المعماري دوره كبير جدا في كل مشروعاتنا. حلو ممتاز، شكرا كتير لك يا باشمهندس. مساء الخير يا باشمهندس عادل. اهلا بيك. مهندس محمد سراج معاك. اهلا محمد بيه، ازيك يا فندم؟ ازيك يا فندم؟ معلش احنا بنتكلم في وجود الاساتذه يعني وحضراتكم، بس حملوني. اتفضل. حضرتك باشمهندس عادل، يا ريت تدي للناس فكره تاريخ المايكرو تانلينج في مصر وقد ايه ان هو منتشر، بحيث ان الناس برضك ده تكنيك يا ريت كلنا نساعد فيه، نتيجه ان احنا عايزين ينتشر اكتر اكتر نتيجه احنا من الرياضه بتاعت بلدي. طبعا الدفع النفعي في مصر عمره حوالي 30 سنه، اللي كان في اواخر الثمانينات واوائل التسعينات كانوا حوالي شركتين او ثلاثه فقط في جمهوريه مصر العربيه اللي بيشتغلوا دفع نفعي، وكان المكن كل مستورد، وحتى الاوبريتور نفسهم كانوا بيجوا من بره، ما كانش فيه اوبريتورز مصريين بالقدر الكافي، غير يعني يمكن واحد منهم موجود لحد دلوقتي وهو كان شغال مع الخواجات واشتغل اوبريتور، وهو النهارده بيصنع مكن. هو بقى النهارده وصل لدرجه اخترع مكنه لنفسه عملها بالكامل. دلوقتي عدد شركات الانفاق في مصر يمكن نقول وصلوا ل 100 بس، اللي شغالين بمكن فولي كومبيوترايز عدد برضو قليل، ما هواش العدد الكافي. ليه بقى؟ لان اصلا النظام في مصر لسه الناس بالاوبن كات يقول لك لا، سعر الحفر النفقي اغلى من سعر الاوبن كات، بيبص على التكلفه اللي هي الدايركت ما بيبصش على التكلفه اللي هي الاندايركت. زي ما قلنا لما بعمل اوبن كات وبزحم الطريق والناس بتتعطل حركتهم، شوف حجم البنزين على الاقل اللي بيستهلك قد ايه، ده كان مدعم طبعا، الدوله كانت بتغرم والمواطن بيغرم وقت، محدش بيحسب عطله الوقت ده اللي هو محدش بيحسب التكلفه الاجماليه. لو حسبت التكلفه الاجماليه على الدوله هتلاقي البايب جاكينج ارخص، فلتوسع في تنفيذ الخطوط بالدفع النفعي في بلاد استحاله يعمل اوبن كات دلوقتي، طالما عمل طريق مش ممكن يحفر فيه تاني، بيوصل النظام حتى في الخليج بيقولوا عليها نظام الثقب. النظام ده نفذناه في جده وفي المنوره، وطبعا مستخدم في الدوحه ومستخدم في معظم دول الخليج وفي عمان، في دول كتير بقى الكود بتاعها عدم قطع الاسفلت طالما ايه نفذته، لان كل الطرق هتبقى تتحول الى طرق حره زي ما احنا في مصر دلوقتي. اتجاه التطوير في ان احنا حولنا كل الطرق الى طرق سريعه، ممنوع ان انا ايه بتتعمل دلوقتي محاور سريعه، يبقى اذا لازم نلجا لطريقه الدفع المفتوحه
عشان كده الناس اللي هم فاهمين في هذه الصنعة. ماشي يا باشمهندس محمد. تمام يا رئيس. السلام عليكم. في حاجة مكتوبة على الشات تانية؟ ايوه يا فندم. مين معايا؟ معايا عادل. معاك باشمهندس انطونيو. طيب احنا بنشكرك الاول على هذا الجمع الجميل قوي من المهندسين اللي انا بشرف ان انا بتكلم قدامهم، سواء زمايلي او الاساتذه بتوعي او ابنائي التخرج، وانا وانت كنت السبب في هذا الموضوع يعني. احنا اللي بنشكر سعادتك على وقتك اللي انت فضيته لنا وعلى دعمك للمبادره. طبعا انا اولها لاخرها علم اللي حضرتك قلته انا مستفيد بيه جدا يعني. انا ميكانيكا فمتابع الجزء الاخير اللي هو بتاع الشفتات والجزء بتاع المعده ذات نفسها، الاغلبيه طبعا مدني. انا دخلت بس عشان مش عايز اضيع وقت الزملاء العزيزين سالوا. انا حبيت اشكر سعادتك واشكر القائمين من بي اي ام ريبيا على المحاضره ديت، واتمنى ان احنا يعني نستمر. انا من اسعد الناس واكثر الناس حظا بمعرفه سعادتك، وان انا يعني نفسي اسمعك. انا فرحت لما يبقى ليها استكمال محاضره ثانيه. اسمح لنا لحضرتك وللزملاء تحيه الباشمهندس هاني ضاحي والنقابه كلها النقابه. يمكن حضرتك ممكن في الحضور في ناس انا اعرفهم لان هم زملاء لينا في المجلس، الباشمهندس مايكل البنداري او الباشمهندس عبد الفتاح في النقابه العامه، الباشمهندس محمد الديب من انا. فعايز اقول حضرتك ان احنا تقريبا كلنا الدكتور ولي مستمتعين جدا. دكتور احنا بنرحب بيه طبعا طبعا مهندس مايكل. انا مش عايز انسى حد لان انا قعدت اقرا الاسامي. قامات كبيره جدا معانا يعني، مشكوره من مجهود معانا في مجموعه كبيره جدا، والمهندسه علا. شرف شرف اهلا وسهلا جدا. احنا كلنا بنشكر سعادتك وفي انتظار المحاضره الثانيه. احنا هنعلم برضو عنها زي ما احنا قاعد عن طريق الواتساب للناس المشتركه معانا او عن طريق الصفحات بتاعتنا. الواتساب هيلاقوا الرقم اوريدي موجود على طول على صفحه اللجنه او على الصفحه عندي، بيبعتوا لنا بس رساله فيها الاسم والرقم وبتوصلهم كل حاجه بتحصل جديده اول باول. اتمنى من بي اي ام ريفيا ان هم يبعتوا لنا تسجيل المحاضره وهنرفعه. برضه حمدي بيه زيتون رئيس جهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي في معانا زملاء كتير جدا يعني وجودهم معانا. وعاوز اقول برضه لحضراتكم ان الطريقه اللي انا بشرحها دي اسمها بايب جاكي. في طرق دفع نفقي، في طرق ترنش تكنولوجي بتاع ايه الدفع الافقي الموجه اللي بنقول عليه دايركشنال هوريزونتال دريلينج ال HDD. ال HDD المهندس محمد سراج اللي كان بيتكلم معانا متخصص في هذه النوعيه، واحنا بنطمع ان هو ان شاء الله يجهز لنا محاضره في ال HDD. لان اللي انا بقوله ده ان في نظام تاني خالص، فالمهندس محمد يعني ناخد منه وعد دلوقتي على الهوا ان هو هيدينا محاضره في ال HDD اللي هو متخصص. وعندنا برضو معانا المهندس حسن زكريا يا فندم، ده متخصص في الريبير. طب احنا لسه هنسال اسئله خط المواسير اللي تنفذ بالدفع النفقي ده، لو بعد كده حصل فيه كراك او دامج او حصل فيه اي حاجه، او في خط مواسير قديم متنفذ بس بقاله 50 سنه وحصل فيه اي عيوب، عشان اصلحها مش معقوله برضه احفر الشارع. انا عاوز اصلحها برضه بنظام الترنشلستكنيبير باستخدام الترنشلستكنولوجي. حتى الريبير برضه المتخصص فيه المهندس حسن زكريا، هو وعدنا تقريبا في 90% هيبقى يوم الاربعاء اللي جاي هيدينا محاضره في طريقه اصلاح الخطوط باستخدام بدون حفر يعني بالترنش في مكان. باشمهندس عادل اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. باشمهندس عادل اشكرك طبعا على المحاضره القيمه استاذنا. يعني انا طبعا سايب
تحديد الباشمهندس محمد والمنظمين، لكن انا جاهز ان شاء الله. يا ريت المهندس محمد حنفي يرتبوا بقى مع ما هو ناصر لو هيشتغل هنعرف، مش هيشتغل خلاص. تمام يا فندم، شرفنا طبعا باي وقت التواصل مع الباشمهندس حسن، واسمح لي يا باشمهندس ان انا يعني هتطيب رقم سعادتك من دكتور عادل وهتوصل مع سعادتك في التليفون. تحت امركم، طبعا كل اساتذتنا اتمنى ان هم يشاركوا معانا في المبادره الهندسه حياه. اتمنى ان اي حد من اساتذتنا المشاركين في الله يكرمكم، شرف لينا ان احنا نقدر نساهم بقدر يعني نشر التكنولوجي دي. والحقيقه جت فرصة لان احنا كنا بندور على عمل ندوات، جت يعني طبعا من ضمن طيح ان احنا الحظر ده عمل علينا اضرار كتيرة، لكن يمكن الحمد لله يمكن جت الحمد لله ان عندنا وقت نستجتمع وتسمع على قدر ان كان نقدر نديلهم حاجة مفيدة ان شاء الله. انا عاوز استاذنكم في مهندس بس في مهندس رفع ايده ريس هاند اهوت اسمه محمود عبد الرازق، هل عنده سؤال ممكن يتفضل بيه؟ السلام عليكم يا باشمهندس. مهندس محمود؟ مهندس محمود اتفضل يا فندم. يا الله يبارك فيك. انا اول في المغرب العربي. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. وانا يعني عايز اعرف بس ان ابعاد غرفه الدفع والاستقبال. تمام. حلو قوي. سواء كانت اللي هي الاري او مستطيل مثلا وبالنسبه برضو القطر المصفره وساعات برضو لان ساعات بدل ما يستخدم الصرف الصحي ساعات بنستخدمها للمرافق اللي نقل المواسير فاروخ لشركات كهرباء. تمام. وساعات مثلا القطرات دي على حسب القطرات بيمشي فيها كم فروغ مثلا، مش كم خط مثلا. تمام. يعني ماشي جواها مواسير ولا ماشي جواها خط كهرباء؟ السؤال ده مهم جدا وسؤال قيم قوي، وعاوزين نقول ايه، انا عاوز بس اخرج من ده عشان ايه اوري لك شكل، لان من ضمن طبعا وظيفه المهندس المدني في بدايه النفق قبل ما يعمل الشفط بيختار القطر بتاعه، واخد بال حضرتك؟ بيختار القطر بقى بناء على ايه؟ بناء على هجيب لحضرتك بس شكل الايه يعني مثلا شفت زي ده شكل كده باينه قدامكم باشمهندس محمود. تمام شايف. انت عارف الطول بتاع لو النفق الشفط ده دائري صح؟ تمام. الشفط ده دائري، انا بقى قطر الشفط انا عندي طول الجاك، طول الجاك وهو مفتوح زائد طول المكنه، طول الجاك وهو مفتوح زائد بجمع الطولين دولت وبرسم وتر في الظهر بتاعهم ووتر في الامام. الوتر ده لازم يكون طول الوتر البليت اللي هو بتاع الجاكينج فريم دي، يعني مجموعه الجاكات ديت في وراها جزء مستقيم، فبحسب الطول من الوتر ده للوتر ده وبعدين برسم بحطه على الاوتوكاد وبرسم الدايره اللي بتحقق ده، بقدر احسب الايه القطر الجاكينج شافت. في واحد يقول لك طب ما انا مش هنزل المكنه بالكامل، انا هطلع المكنه على جزئين لان الجزء الاصفر ده هو المكنه، شوف مكون من ثلاث ايه اجزاء، فممكن اطلع المكنه دي على اجزاء بس الجزئين الاماميين دولت مربوطين في بعض، فانا بطلع المكنه على جزئين، المكنه على جزئين، بشوف الجزء الاولاني انه الاطول اخد الجزء منهم الاطول واجمعه على طول
كل الجاك كل بتاع الايه الوتر وبرسم عليه دايره. ممكن بعد كده هرسم لحضرتك ايه جيومتريك شيب وبيبين خط غرفه الدفن. غرفه الاستقبال بقى ما فيهاش جاكات بس جزء المكنه بس، يبقى لازم يحقق فيها ايه بتبقى قطره بيارات الدفن. بيارات الاستقبال قطره اصغر ليه؟ لان ما فيهاش جاكات، فيها بس جزء المكنه الاولانيه وبعدين جزء المكنه الثانيه يطلع. زين يا باشمهندس عادل اضافه صغيره اتفضل. لو في ستراكشر هيتعمل اذا كان مطابق صرف صحي او بيارات بيتمنشأ، ابعاد المنشأ اللي هيتعمل فاينالي برضو التفت ده يكفيه ولا لا؟ اه تمام. استخدام الشفط هل ده يستخدم مجرد مطبق؟ لو مجرد مطبق بيبقى قطر بيارة اكبر من قطر مطبق. اما لو هو ده بيارة ايه؟ بيارة بامب ستيشن زي البيارة الكبيرة او اللي احنا شفناها اللي كانت في بداية العرض اللي كان قطرها 50 متر في عين شمس بالظبط. فالبيارة ديت كانت قطرها ايه 50 متر. انا كدافع نفق مش محتاج ال 50 متر بس هم محتاجينها عشان ايه زي ما قال المهندس حسن على استخدامات البياره دي هستخدمها بامب ستيشن يعني محطه رفع صرف صحي. شايف شكل البياره قطرها قد ايه؟ انا كمان محتاج كل ده؟ لا ده انا عاملها عشان احتاج الاستخدام بتاعه البياره دي كبياره ايه محطه رفع. يبقى انا الكتر البياره اللي هو طول الجاكات وطول المكنه واستخدامات البياره فيما بعد هتستخدم ايه؟ ممكن تستخدم كبياره إيه؟ نفق مشاه واخد بالك؟ نرجع بقى للايه؟ برزنتيشن ولا انتوا شايفين نقف لحد كده ونكمل؟ ممكن سؤال. السلام عليكم. اتفضل. السلام عليكم دكتور. ايوه يا فندم حضرتك تعرفنا بس بنفسك. عبد الرحمن الفرجاني باحث في جامعه ليل شمال فرنسا. اهلا بيك. اشتغل على موضوع السمارت سيتي. اهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا بحضرتك. اهلا يا فندم. شكرا لك مره ثانيه على هذه المحاضره القيمه الشامله. انا بشكرك فرجاني. وحضرتك مقيم فين حاليا؟ في شمال فرنسا في مدينه ليل. اهلا وسهلا. ربنا يحفظك. بارك الله فيك واياكم يا استاذ. جزيل الشكر على هذه المحاضره القيمه. طبعا هي كانت شامله للغطت بقدر الامكان مع ضيق الوقت، ولكن ما شاء الله الصوره جلوبال فيجن على الموضوع الحمد لله. من البريفنج للكونسبشن للديزاين للكونستراكشن حتى مرت على المنت على الجانب المعماري وغطيت ما شاء الله يعني الموضوع بشكل ممتاز. يعني بنحاول يعني نأمل في ذلك. عندي سؤالين. طبعا انت حتى الاخوان اللي متعاونين معنا اللي هم منظمين السيشن هذه هم بلدنا في اريبيا. تمام. فنتمنى نعرف ما مدى تطبيق البيلدينج انفورميشن موديلنج في الاوت دور بروجكتس في اللينير بروجكتس اللي هو البروجكت من التايب هذا من النوع هذا حيكون هو مالتي سكيل جيومتريك سيمانتيك موديلنج للشيل تانلز حتحتاج فيها الكونسبشنز من البيلدينج انفورميشن موديلنج الى جي اي اس تقنيات مختلفه تضطر تدمجهم مع بعضهم عشان يكون تتكلم على كل اللايف بتاع البروجكت من البدايه للنهايه. فما مدى تطبيقكم للبيلدينج انفورميشن موديلنج في البروجكتس اللي زي هذا؟ والسؤال الثاني اللي هو بما ان احنا نتكلم على اللايف سايكل للبروجكت اللي هي مرحله دراسات ما قبل البدء في التنفيذ اللي هي دراسات الجيوتكنيكال سويل للاندر جراوند. زي ما عارف انت حضرتك احيانا الجيوتكنيكال ريبورت حتى لو عدد الجلسات كان كبير وكل شيء مرات ما يعطيكش انطباع
دائما في مفاجأة طبعا بيحصل، فنضطر نستعمل بعض التقنيات اللي هي التحسيس او الاستشعار عن بعد زي الجراوند بنتريتنج رادار، السونار وزي هل وهذه فيها مشكله لما يبدا المويستشر هاي مويستشر عندك ونسبه الرطوبه كبيره في او الووتر تيبل تكون موجوده قريبه ما تكونش دقيقه 100%، فهمتني؟ اه فاهم. فمانيش عارف شنو هي التقنيات اللي استعملوا فيها في المسح عشان تديروا مابينج قبل ما يبدا المشروع، لان زي ما قلت لك الجي تكنيكال ريبورت جزات كبيره ما يعطيكش انطباع كافي على طبيعه ال الاندر جراوند اللي هو انفيزبل بالنسبه لنا. شكرا بارك الله فيك. متشكرين جدا باشمهندس فرجاني، واحنا قدنا معاكم يعني ان يعدي الازمه عندكم ديت على خير باذن الله. شايف في فرنسا نسبه الاصابات بتتصاعد وربنا يحفظك انك واسرتك هناك يعني. شكرا دكتور. دلوقتي بالنسبه للتطبيق البي اي ام البيلدينج انفورميشن موديلنج، انا فعلا سالت المهندس عمر نفسه، حضرت معاه سيشن بتاع المهندس عمر اللي هو على فكره مدير البيم في يمكن في الشرق انا فاهم، فهو قال لي لا طبعا ان مشاريع الانفاق مشاريع مثاليه ان هو بيطبق فيها البيم تماما، وهو يعني اسهل المشاريع الثانيه لان مفيش ايه تعارض في الانشطه المختلفه، يعني هو عباره عن جسم النفق كل بس اللي هيتعرض فيه ايه إذا كان فيه ترومبا بتخش وتطلع، لو حصل مينتيننس للمكنة أثناء العمل أو بعد مينتيننس للنفق بعد الانتهاء تعرض المرافق مش كبير، بس هو ممكن يتابعه بالبيم بقى عشان لو حصل مشاكل يومية، مشاكل الأنفاق مشاكل كتير جدا. ويرتبط بسؤال حضرتك التاني اللي هو ان الجيوتكنيكال ريسيرش اللي بتتعمل في البدايه بتبقى فعلا غالبا ممكن ما بتغطيش من مسار النفق، فبيحصل مشاكل على الطبيعه وبنحلها ازاي. ده اوعد حضراتكم ان احنا نعمل كيس ستادي في ثلاث حالات عندي وعامل لهم باوربوينت فايل، دولت واجهتنا مشاكل جسيمه جدا فيهم وازاي اتحلت المشاكل ديت، بريزنتيشن لكيس ستادي، لان مهما اقول لك المشاكل شفوي دلوقتي مش هتتخيلها، فلازم هجيب لك مشروع بعينه وحصل فيه ايه نتيجه السبب اللي حضرتك قلته ده تحديدا بتاع الجيوتكنيكال، والسبب الثاني لو في حاجات قبلت تحت الارض ما كانتش ايه فيزابول يعني علمنا وتعاملنا معاها ازاي. فعندي حالتين كيس ستادي هيعجبوكوا جدا، ان هم مشكله قابلتنا وازاي حلناها، عاوزين محاضره لوحدهم يعني مش هينفع نعرضهم في الوقت الحالي، او ممكن ندي فكره عنهم بس. باشمهندس عادل ممكن اضيف حاجه للحركه بتقوله؟ مصطفى محمد سراج معانا. اهلا باشمهندس محمد. باشمهندس فرجاني، بالنسبة للجي تكنيكال المطلوب لأي أعمال تحت الأرض زي الخلافة أو البايب جاكينج، كل بلد في العالم حاطة في الكود اوف براكتس بتاعها، هي محتاجة جسة ريبريزنتيف للشل مسافة قد ايه. احنا مثلا في الكود المصري بنقول ان هي كل 20 متر، وللأسف ان ده لما ما بيتمش تطبيق الكود هو ده اغلب المشاكل. العالمية كلها بتتكلم على مسافات ما بين 20 ل 30 ل 35 متر، وده من الخبرة بتاعة حجم التنفيذ بتاع المايكرو كله، ان ده بيبقى ريبريزنتاتيف اكتر للمشاكل اللي في التربة اللي ممكن تحصل. طبعا زي ما حضرتك قلت بموضوع الريدر او الجي دي ار ان احنا نستخدمه، ولكن للاسف في البلاد اللي زي مصر مثلا الهاي وود ان ده نان الاعماق الكبيره، وخاصه المايكرو تانلينج عاده بيتعمل في اعماق فوق السبعه والثمانيه متر من اول سته متر واكتر يعني.
طيب باشمهندس فرجاني معايا؟ نعم دكتور. انا عارض دلوقتي حضرتك في لوحه اوتوكاد على الشاشه، شايفينها حضراتكم؟ نعم. اللي هي اوتوكاد ملونه دي. في دايره هنا دي عباره عن ايه؟ شفط بياره. دي بياره ايه؟ دفع. والدايره اللي هنا ديت بياره ايه؟ استقبال ريسيفي. وهنا في كوبري علوي هنا معدي هنا. الكوبري ده عباره عن على حرف شكل تي، ادي له هنا رامب هنا، ومنزل الكوبري ده له او مطلع كده ومنزل ايه كده، تمام. يبقى ده كوبري علوي اللي هو باللون ال وفي هنا مترو، خط مترو انفاق ماشي، وهنا كتله سكنيه هنا وكتله سكنيه ودي كتله سكنيه، وفي هنا محطه ميه، محطه الميه الشرب اللي هنا دي جاي لها خطين انتيف، وخط الواحد فيهم قطره 1800 مللي، قطره ايه؟ 1800 مللي. يبقى حامل ميه جاي من هذا الاتجاه لازم يعبر تحت الكوبري معدي من هنا، فمش هينفع اعمل اوبن كات، لازم يتعمل دفع نفقي. الخط المترو بيخش جوه فروخه قطرها، قطر الفروخه الانر دايمتر قطره 3 متر وربع، يعني ايه؟ 3250 مللي. فانا عندي خطين هيخشوا جوه فروغه، كل واحد في فروغه لوحده. ايه اللي انا بزقه بقى اللي هو بعمل له دفع نفقي؟ يعني اللي هو الخط 3 متر وربع ده. يبقى ربع قطر داخلي ماشيين جنب بعض. طيب الخط اللي هو القطر الداخلي 3 متر وربع بيبقى قطره الخارجي 3 متر 96 سم تقريبا، فال 4 متر و4 متر. واشتراطات الدفع النفقي لازم يكون في مسافه بينهم كمان اربعه كمان يبقى 12 متر. في انوت ركيزه للكوبري وهنا ركيزه للكوبري، المسافه بين الركيزتين كانت اقل من المسافه ال 12 متر اللي هم بيبقوا. يبقى انا لازم اعمل دفع نفقي، هخبط فين؟ هخبط في البايل، البايل وبتاعه الركائز اللي شايله الكوبري. اذا الكوبري ده محصل ممكن يحصل له فاليا، لان المكنه ما ينفعش تخبط في الايه، في البايل اليمين والبايل الشمال. هي المشكله اللي واجهتنا هنا في في الجزئيه دي. فازاي بقى تعاملنا معاها؟ ده لها فيلم ولها ايه محاضره لوحدها، ده ازاي حلينا المشكله دي، لان كان استثمارات كبيره جدا بالملايين دفعت في محطه الميه اللي هنا، والخطين اللي جايين دول 22 كيلو متر اتنفذهم وجم وقفوا هنا قبل الخطين هم، ومفروض الخطين دول هياخدوا الميه العكره اللي جايه عشان اعمل لها تنقيه هنا، لازم يعدوا تحت الكوبري ده، وكل ماسوره هتعدي بفاروغه، والفاروغه عشان اعملها هتتعارض مع القواعد بتاعه الكوبري. فاستخدمنا الالتراسونيك وعشان نحدد بالظبط لقيناها هتبعد حوالي 37 سم او 25 سم ما بين الراسم الجانبي للقواعد. فديت الكيس احد الحالات اللي قابلتنا وتعاملنا معاها وحلناها، وده كروس سكشن اهو، فانها بياره وادي بياره الخطين اللي ماشيين. والمهم طريقه الحل بالظبط، وانا عاملين لها احنا فيديو بيشرح ان ده ممكن نبقى الايه نتكلم عليها المره الجايه او في محاضره ثانيه يا باشمهندس محمد او المهندس انتوني، ولو عندنا نعمل محاضره لكيس ستادي عشان بس ايه الوقت مش هيسمح دلوقتي. جزاك الله خير يا فندم. بس هو كان في الشات سؤال، بس عشان الناس اللي كتبت في الشات يعني ما تتظلمش، في مهندس وسام كاتب اذا حدث مشكله كبيره بتسرب المياه الجوفيه لم تؤخذ بعين الاعتبار اثناء دراسه سلوك التربه من خلال المخطط، هل يتم ايقاف المشروع للضخ العكسي او ممكن يوجد خيارات اخرى؟ وشكرا جزيلا لحضرتك. طبعا السؤال ده في منتهى الذكاء، والاسئله دي عشان يبقى ايه في تفاعل
والزملاء معانا يعني. فبيحصل طبعا في تسرب للميه لاي اسباب، طبعا بنتعامل معاها يا اما ايه بالحقن واخد بال حضرتك، يا اما بنعمل خط ستاير خوازيق بنطونيه حوالين الجزء اللي بيسرب ميه حوالين الشفط من بره، او بتعامل في زملاء معانا كبير عندهم مواد حوالين نفق لمواد بتمنع الميه تماما انها ايه تخش لي لتسرب ميه، وبتعامل معاها عن طريق الحق او عن طريق خوازيق ايه بنتونايت او خوازيق ايه اسمنتيه حسب كل حاله طبعا. ديت هيتكلم فيها المهندس حسن زكريا باستفاضه برضه. مساء الخير يا باشمهندس. اتفضل يا فندم، مين معاك؟ حضرتك مهندس عمر. ايوه اهلا بيك يا فندم، شغال في مجال الاتش دي دي. اهلا باشمهندس عمر. اهلا بحضرتك، لو سمحت كنت عاوز اعرف بس هو دلوقتي بقى في عالم الناس الصغيره والشباب المهندسين اللي لسه متخرجين على الجهاز الديجي تراك يعني بكل انواعه بقى اف في 2 اف 5 مارك 4. طبعا هو المهندس معانا المهندس محمد سراج زي ما قلت لحضرتك اللي هو ايه متخصص في ال اتش دي ده، ممكن يقول ده فين بالظبط؟ يعني هو في موجود اماكن دلوقتي موجوده بتعلم غير الشركات اللي هي الكبيره؟ لا هي الشركات الكبيره لحد الاماكن بتعلم، هو المكان الوحيد اللي هو متبرع ان هو يعلم اللي هو الجمعيه المصريه لانشاء واصلاح المرافق بدون حد، نشرف ان احنا ايه اعضائها. الجمعيه ديت تكونت من سنه 2012، احنا وظيفتنا الوحيده اللي هو ايه نقل او نشر الوعي الهندسي في الهندسي. فاحنا ممكن نرد على اي اسئله او شرح لحضرتك في هذا المجال، ولكن تدريب عملي بيبقى في احد الشركات، مفيش تدريب عملي ان احنا ايه لا نمتلك اجهزه ولا نمتلك ماكينات، ولكن نمتلك بس الخبره والتعليم اللي هو عن طريق الفيديوهات اللي هو الانيميشن، ولكن التعليم العملي في احد الشركات اللي هي مشاركه معانا في الجمعيه ممكن ايه يحصل فيها يعني. نعمل معاها ايه زي بروتوكول يعني ويدربوا حضرتك. تمام يا فندم، معلش في سؤال بس اخير يعني اخير او قبل الاخير يعني احنا طولنا ان شاء الله ممكن ماشي. نستكمل بقيه يعني بقيه الاسئله في الجزء الثاني ان شاء الله من المحاضره اول الاسبوع القادم. بس في سؤال من باشمهندس بيقول لو المكنه عطلت وحضرتك ذكرت ان هي وان واي تمام في اتجاه واحد، ايه اللي بيحصل في مثل هذه الاحوال؟ المكنه بتحصل كتير انها بتعطل والمكنه مجهزه ان فيها ايه فيها اير لوك روم في جوه المكنه مكان ممكن ايه اقفل الواجهه تماما مكان مؤثر السلاري والفيد، ممكن لو في اصلاحات ممكن اصلاحها من الداخل بصلحها، اما لو في عطل بقى جسيم ممكن بحفر شفط فوق المكنه وبصلحه، الا اذا كان المكنه في تحت مثلا مجرى مائي او تحت سكه حديد بيبقى لها ايه طرق تعامل اخرى. برضه الاعطال ديت حسب ايه كل عطل يعني، ما فيش طريقه واحده ان ايه اعالج بها كل الاعطال، لازم يتقال عطل معين وحلناه ازاي. يعني مثلا المكنه ده حصل وحصل في مكنات كبيره يعني مكنه المترو الانفاق وهي ماشيه في باب الشعريه حصل من النفق نفسه وتسربت ميه وحصل هبوط في التربه في نهر الشارع نفسه حصل هبوط شديد وتعالج يعني اي بس لازم نقول العيب وتحل ازاي، لكن مفيش طريقه واحده ان انا ايه اعالج كل الاعطال. هنقول بقى يعني ممكن نعمل كورس عن نعمل
كذا، وخلي الناس المتخصصة في الأعطال نفسهم يبقوا في ناس متواجدين معنا في الجمعية يحضروا محاضرة في الأعطال. ممكن تكتب الأسئلة وهنبعتها وهنعمل بها محاضرة لهم. تهي يا فندم. احنا دلوقتي واقفين عند الجايدنس سيستم اللي هو نظام التوجيه عن طريق اجهزه الليزر، وبعد اوقات في المحاضره اللي جايه احنا واقفين عند الشريحه بتاعه توجيه النفق. هنبدا بيها المحاضره اللي جايه وهنعرض لكم بقى ايه كل اللي اتقال ده بان ديتيلز اكتر، وممكن ناخد الكيس ستادي معانا كمان المره الجايه. هناخد كيس ستادي زائد احنا هنقول هنبدا بالتوجيه ونكمل بقيه المحاضره. تمام يا فندم. هو المهندس محمد عبد الغني معانا؟ مش مهندس محمد، مش مهندس محمد عبد الغني. دكتور حضرتك سامعني كويس؟ مهندس محمد اهلا بيك. انا سامع، انا سامع حضرتك، والمهندس محمد صوته بعيد قوي. الو الو، يا مهندس محمد. محمد بيقطع شويه. اتفضل. بشكر المهندس عادل توفيق وبشكر المهندس. اهلا وسهلا. بشكر شكرا يا فندم. يعني طب في سؤال معين يا باشمهندس محمد؟ الله يخليك يا فندم، متشكرين قوي. احنا تحت امركم في اي حاجه. بارك الله فيك يا باشمهندس عادل. الله يخليك. بارك الله فيك يا باشمهندس عادل، وان شاء الله نلقى حضرتك باذن الله الاسبوع القادم. ان شاء الله نظبط معاك في اوله ونعلمه للناس بدري. وربنا ربنا ينفع بحضرتك. يعني معلش انا اسف يعني، بس هو في مهندس خالد بيقول في معدل للحفر معين، ولا دي بتختلف بقى حسب التربه او حسب ال في معدل؟ لا في معدل حسب التربه طبعا. مهندس خالد مين، مهدي ولا خالد مين؟ خالد غازي. غازي كل قطر له معدل في نوع التربه المعين ده. يعني التربه في المعدل في الرمل غير المعدل في الصخر. كل نوع تربه بيبقى له طبعا معدل مختلف عن النوع الثاني، واخد بال حضرتك؟ تمام يا فندم. حسب نوع المكنه وحسب القطر وحسب نوع التربه بيتحسب المعدل. بس في متوسطات، يعني بيبقى ممكن متوسط 5 متر في اليوم، وممكن يزيد عن كده، ممكن يبقى 12 متر في اليوم، 5 متر في اليوم، في احيانا تعمل متر واحد في اليوم، في اليوم كله ال 24 ساعه. صحيح صحيح. اذا لو ماشي في صخر غير ماشي في طينه غير ماشي يبقى نوع التربه ونوع المكنه وقطر النفق، دي كلها عوامل بتاثر في المعدل. بارك الله فيك يا دكتور، بارك الله فيك. الله يخليك. وشكرا لوقت حضرتك الغالي. الله يخليك. في اي حد عايز يقول حاجه للدكتور قبل ما نختم المحاضره؟ احنا كده خلاص خلصنا يعني ان شاء الله النهارده. معلش يا مهندس عادل. الو اتفضل. معلش معاك مهندس محمود. المهندس عبد الرازق. ايوه ايوه اتفضل. معلش كنت بعت حضرتك على الماسنجر رساله كده، فممكن استاذن حضرتك بس طلع عليها. على بخصوص البيم يعني وتطبيقاته بالنسبه للشركه عندنا وكده. حاضر. على الماسنجر على الفيس يعني. شوفه وارد على حضرتك. شكرا لحضرتك. ماشي. وانت حضرتك فين؟ في شمال الدلتا. انا فرع شمال الدلتا في مشاط دمياط. احنا في مشروع ايه؟ جامعة المنصورة. تمام. احنا عملنا انفاق كتير في دمياط.
وحتى المشروع عندنا في المنصوره الجديده نفسها فيها انفاق نفس النظام اللي حضرتك بتتكلم عنه. تمام. الكيسون في مصطيله في مستطيله ودائريه وكده. هي جامعة عندنا بس اغلبها طبعا البيم ممكن يطبق عليه بدايته يعني هيفرق في الشغل يعني بالنسبه للمراكز حاضر. وممكن احنا برضه نستعين بالمهندس عمر في البيم على المشاريع الكبيره اللي زي الجامعه عندكم كده ان شاء الله، لان طبعا بيبقى فيها قطاعات كبيره كتير جدا وتعويضات فما بيحلهاش غير البيم. اكيد اكيد. ماشي يا باشمهندس محمود، هبص على الرساله وارد عليه. الله يبارك فيك. احنا نامل نكون قدرنا نوصل، وبنشكر الزملاء على حسن استماعهم، وباذن الله نكمل في المحاضره الجايه ان شاء الله يوم يوم الحد يا باشمهندس ولا يوم هاكد على هبلغ حضرتك يا فندم، هبلغ حضرتك، هبص على السكيدول وهبلغ حضرتك ان شاء الله في اول اسبوع الجاي ان شاء الله. وهننشرها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وعلى جميع الصفحات وعلى الواتساب وعلى التليجرام وعلى كل ان شاء الله الصفحات اللي الناس يعني متابعاها، عشان انا هجهز لهم فايلات اللي هو بتجاوب على بعض الاسئله اللي كنا بنقول عليها اللي كانت بتتسال دلوقتي في قطر الشفط والكلام ده. هنجهز برضو شويه شرايح، فالمعاد مش هيبقى قبل الحد او الاثنين بقى اللي جاي ان شاء الله يا فندم. بارك الله فيك استاذنا الفاضل. شوف حسب مواعيد، بس ارجو منك انت والمهندس انطونيو نسقوا مع بعض، لان ايه في مجموعه محاضرات قيمه جدا انت قلت لي عليها. ان شاء الله يا فندم ان شاء الله. والمهندس انطونيو برضه مجلس مجموعه محاضرات عشان ما يحصلش تعارض يعني. ان شاء الله يا فندم اللي جاي يعني في مجموعه محاضرات دسمه في مواضيع يعني ان شاء الله الناس يعني تستفيد منها، وده الهدف نشر العلم لجميع الناس باذن الله باذن الله باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا لوقتك الغالي، وشكرا للمعلومات القيمه دي، وشكرا للناس البارتيسيبنتس كلهم اللي شاركوا معنا النهارده. شكرا 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 جزيلا، شكرا لكم جميعا. شكرا، وان شاء الله محاضره مسجله على بيم اريبيا ان شاء الله. شاكرين يا باشمهندس عادل، جزاك الله خير. شكرا يا باشمهندس حسن، شكرا يا باشمهندس حسن، نورتنا يا باشمهندس. الف شكر. شكرا بارك الله فيك، بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم، السلام عليكم.